احنا متواجدين هون ضمانا وتنديدا لاخواننا اللي بالغوطه، والارهاب اللي جوا حاجتنا دم، حاجتنا سفك دماء. ارجعوا لحضن الوطن، ارجعوا لحضن الوطن، والغرباء يطلعوا من بلادنا. اللي بيت عمتي جوا، عمتي انقتلت وجوز عمتي انقتل، وضل يعني تتم بنات وبولاد صغار وما يخلوهن يطلعوا، يعني لا في اكل لا في شرب ولا في دواء. طبخنا لهم وجبات ساخنة ومباشرة جينا على مركز الدوير ولبيناهم فرشات وحرامات وعطيناهم أواني مطبخية وشاحن كهرباء وكل مستلزمات البيت. يعني 24 يوم كنا متخبيين بالأبو لبين ما وصل الجيش السوري طالعنا، والحمد لله.